أنا لا أفكر عموماً في عناوين خطبي، دائماً بعد كل صلاة هذا يشغلنا القيل لدقائق ماذا نسمي الخطبة. لا، اليوم سنسميها لئلا نخدع، كي لا نخدع سنتكلم أيها الإخوة في قليل من المنطق الذي نحتاجه في كثير مما نفتقد. سنتحدث حديثا قليلا أيها الإخوة عن كثير مما نحتاجه دائما، هذا في كل حياتنا الفردية والاجتماعية السياسية والدينية والعلمية أيها الإخوة والتأملية، ولكننا نفتقد الكثير منه. سنحاول أن نعطي القليل منه، نتداول الحديث عن القليل منه لئلا نخدع، لا نريد أن نخدع. يقول علماء النفس الاجتماعي وغيرهم، يقولون وبهذه الحيل ونظائرها وأمثالها تستبقي العادات والتقاليد. لا نحب أن نطلق أحكام قيمة فنقول البالية المهتري المضان، لا نريد. العادات والتقاليد الجماعاتية أو الأممية تستبقي نفسها وتخلد ذاتها، هكذا يمكن أن تتناسل بأمثال هذه الأشياء. لماذا؟ لأن البشر يميلون عادة البحث عن مؤيداتها وليس البحث عما ينقضها. جزء من عبقرية فرانس بيكن أيها الإخوة، مؤسس فلسفة العلم الطبيعي في العصر الحديث في القرن 16، في كتاب الآلة الجديدة نوفوم أورغانوم، ماذا قال؟ قال عليك أن تقرأ وأن تستمع لا لتعتقد وتؤمن. إذا أردت أن تعتقد وتؤمن هناك مليون سبب. حديث ليس عن إيمان بالله سبحانه وتعالى، لا، إيمان في أشياء عادية، حتى في الفلسفة في العلم في الأشياء العادية ما في مشكلة، في العادات في التقاليد في أي شيء، ليس عن الإيمان بالله، ليس الحديث حديثا دينيا. قال لا لتعتقد وتؤمن. مضمر هذا الكلام مضمنه أن أسباب الإيمان لا نهاية لها، تستطيع أن تخترقها اختلاقا من لا شيء. يمكن أن تؤمن بسهولة على فكرة بما تريد، هذه ليست مشكلة. لكن إذا أردت أن تكون فيلسوفا يقول مثلي تفكر بطريقتي، أن تستخرج حقائق جديدة، أن تختبر الحقائق لتميز الصحيح من الباطل والغث من الثمين والخاثر من الزباد، قال عليك أن تقرأ وأن تستمع وأن تستوعب لتأتي بالمثال السالب، بالمثال النافي. كاونت فور إكزامبل، قال المثال النافي فوق المثال الموجب بكثير، المثال الضاحض فوق المثال المؤيد. قال هذا المهم، قال هذا المهم، هذا الذي يشكل جزءا من جوهر الفكر وطريق الحقيقة، لا أن تبحث عن المؤيدات. عجيب، هذا في القرن 16 يكاد يكون أول فيلسوف علم تجريبي في هذا العصر الحديث مع نشأة العلم الحديث أيها الإخوة. وفي النصف الأول من القرن 20 أكبر فيلسوف علم على الإطلاق، أعني كارل بوبر، كل فلسفة كارل بوبر تتلخص في هذا المسعى المسمى بمذهب الإضحاض أو مذهب التكذيب، فلسفكانيشيزم، مذهب الإضحاض، مذهب التكذيب، الذي اختصروه بجملة واحدة، أنت تستطيع أن تأتي بعشرة آلاف عينة، بمئة ألف عينة، بمليون عينة من البجع الأبيض. يقول بوبر هذا عندي غير كاف لكي تقرر حقيقة هكذا نهائية أن البجع لا يكون إلا أبيض، غير صحيح. قال لماذا؟ قال لأن بجعة واحدة غير بيضاء كفيلة أن تهد لك هذا الصرح كله، خلاص شكلت استثناء مدمرا، بجعة واحدة. وبالفعل وقعوا على بجعة أيها الإخوة، بعد ذلك أكثر من بجعة كانت بلون وردي لم تكن بيضاء لأول مرة، موجود. قال ممكن يكون، أنت تتحدث عن تعميم يستمد من ماذا؟ من خبرتك المحدودة، ربما جغرافيا، ربما تجاربيا، ربما لا أدري عاطفيا دينيا روحيا، يعود إلى خبرة. هذا التعميم مستمد يستمد أصوله من خبرة معينة، ليس تعميما ربانيا لم يقم به الله تبارك وتعالى، أنت تقوم به. لذلك يقول جوهر النظرية العلمية يكمن في الدحض، يعني في القابلية للدحض، أن تصوغها بطريقة تقبل معها الدحض. تقول لي إذا دحضت لا تكون نظرية، طبعا إذا دحضت تكف عن أن تكون نظرية، ما لم تدحض ستظل مقبولة، انتبهوا، لكن لابد أن تكون مؤسسة مبنية منشئة أساسا بحيث تكون قابلة لماذا؟ لاختبار الدحض. إذا نجت من الاختبار الأول ممتاز، هي الآن مقبولة، إلى الآن من اختبارين من ألف اختبار مقبولة، مقبولة طالما تنجو هي مقبولة، واضح؟ وإذا وصبت تعد مرفوضة فتخرج مباشرة من دائرة العلم. فلسفة قوية، فلسفة قوية، هناك من ينتقد ذلك. على كل حال طالما لكن لابد أن تكون مبنية بطريقة تقبل الدحض، لا تأتي بنظرية غير قابلة من أصل، يعني نظرية عن الجان تتحدث، يعني نظرية عن الجن تتعلق بالجن، لا أستطيع أن أدحضها يا حبيبي،
الجن لا يدخل تحت ايه؟ مقومات التجريب. تقول لي لا في نظرية تقول كذا كذا، أقول لك هذه نظرية غير علمية، سميها نظرية روحية صوفية ثيوصوفية أي شيء تريد، لكن لا تسميها بمنطق العلم الحديث الساينس يعني نظرية علمية ليست، وخاصة وفق كارل بوبر غير قابلة للضحط، غير قابلة للضحط بطبيعتها، فلا تكون نظرية علمية. انتبهوا، نظرية تتعلق بالملائكة، ضربت لكم مثلا مرة، وفعلا للأسف أحد علماء الفيزياء النظرية الباكستان وعالم كبير وضع نظرية وللأسف ونشرها بين يدي مؤتمر عالمي للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، مهزلة. أنا أقول من هذا المنبر مهزلة، هذه مهزلة في الفكر والعلم، تمارس باسم الدين وباسم القرآن والسنة، مهزلة. ما أعتقدش كان في عالم واحد فيهم قاعد يقوم يقول له هذا كلام فارغ علميا، كلامك هذا كلام فارغ، عيب أن تلصق هذا بالقرآن والسنة وباسم الإعجاز، يا فطط الإعجاز في القرآن والسنة. لماذا تتحدث لي عن الملائكة وانك عامل لي مستكشف قانون رياضي معين، استكشفت قانون رياضي معين معادله قال، ونستطيع بها ان نثبت فعلا تضاعف الاجور بحسب التقدم في الصفوف خلف الامام، وايه العلاقه بالملائكه؟ ما هذه يا حبيبي؟ كيف ساضح هذه النظريه انا؟ هذه غير قابله للضحك بطبيعتها، نظريه غير علميه. للاسف انا دائما تاخذني على المقدمات،